على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعينا الكرام، أرحب بكم بدوري بنا وبجميع أهالي الخزنة. نرحب بجميع الضيوف القادمين من كل حد وصوب للمشاركة في أرضية هذا الميدان، أقدم الميادين وأقواها وأعتاها في تحدياتها المثيرة والجميلة. هناك نسير مع هذه الانطلاقة، مع هذا الشوط، شوطنا السادس من أصعب الأشواط. ألا هناك شوطنا السادس المخصص للجعدان مباشرة على المقدمة. هناك منادي سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري يقدم لكم منادي الله المركز الثاني. مرحبا بوالم، مرحبا بوالم المتقدم في هذه اللحظات. هناك ايضا سالم بن سلطان بن كلثم الاخيلي حيث يقدم لنا والم سلالة شاهينية، سلالة مميزة. المركز الثالث الله، ياهو تسلل، ياهو قدوم، ياهو حضور في هذه اللحظات من الصداوي الصداوي. الله يا هذه السلالة الجميلة والسلالة المميزة. الصغير بن فايل بن سعيد الزرعي أهالي السلطنة المركز الرابع. الوصول والتقدم اللي تسلل، اللي تسلل حامل رقم 21. هناك أيضا داهوم جابر بن راشد بن محمد الهاجري، وهناك أيضا الوصول من عتيم بشعال الهاشمي، والواصل هناك الماهر سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الأخيلي. ولكن البداية والصدارة يا سلام يا سلام يا سلام، ياهو رقص، ياهو رقص جميل، ياهو رقص مميز على الصدارة الأولى. هناك أيضا الصداوي، الصداوي راح، الصداوي راح، الصداوي هنا قادر هنا بشعال الزرعي. حركوهن يا الزرعي، حركوهن، واللي فيها فيها. هنا على المقدمة الأولى على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. وصل شعال بن سالم يقدم لنا الصداوي سهيل بن سالم بن سهيل الأخيلي. الصداوي يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام، ما بين هالأسماء، ما بين هالشعارات، هذا هو الصداوي والصداوي. أسماء بنفس السلالة، بنفس السلالة، ولكن تفرد جينات الأمة، تفرد هناك أيضا على الصدارة الأولى. يا سلام يا الصداوي، يا سلام يا ابو هايل، يا ابو هايل، يا سلام، سلام 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 الى اهالي بديه، سلام الى اهالي بديه هنا على صداره هذا الشوط. الله يعبر الحدود الى الاشقاء في سلطنه عمان الى اهالي بديه بالتحديد. المركز الثاني الصداوي سهيل بن سالم سهيل الخيلي. المركز الثالث الماهر سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي. المركز الثالث او الرابع، الرابع اعطيني الرابع. المركز الرابع حامل رقم 14 والم. هناك ايضا سالم بن سلطان بن كلثم الاخيلي. هكذا نتيجتنا مستمعينا فاضل، والاربعه والخمسه المراكز الاولى. هنا ايضا للخمسه المراكز الاولى المتقدمه في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل. هكذا ايضا تعدادنا للخمسه المراكز الاولى، وما زلنا مع اشواطنا، شوطنا السابع الذي سوف ينطلق بعد لحظات قليله. مرحبا بكم في ميدان الخزنه، مرحبا بالجميع القادمين الحاضرين المتابعين المسايرين لهذه الانطلاقات ومحبي هذه الرياضه، رياضه الهجنه العربيه الاصيله في بدايه موسمها هنا، بدايه العطاء هنا، بدايه العطاء من بعد مقض طويل. ينتظرون ملاك الهجن والمضمرين والمشجعين وحتى اللي شغالين هنا في الهجن.